بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 36 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين. فأهلا وسهلا، حياكم الله وبارك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من الجمهورية العربية السورية حلب، وباعث الرسالة المستمع أحمد الزين. أخونا عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل فضيلتكم شيخ صالح عمن أدركه شهر رمضان وهو مريض على الفراش، واستشار الطبيب في قضية الصوم فقال إن الصيام لا يؤثر عليه ولا يؤخر الشفاء بإذن الله، فما هو توجيهكم شيخ صالح؟ هل يلتزم بكلام الطبيب أم يصوم أم تنصحونه بالإفطار؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول الله تعالى: من شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والمرض الذي يبيح الإفطار في نهار رمضان هو المرض الذي يشق على المسلم الصيام معه مشقة ظاهرة، أو يؤخر البرء أو يضاعف المرض. ما دام أن الطبيب قد نصحك لأن الصيام لا يؤثر وليس له مضاعفات على المرض، فإنه يجب عليك أن تصوم، لأن هذا ليس من المرض الذي يبيح الإفطار. ما دام أنه لا يؤثر عليك ولا يضاعف المرض عليك ولا يؤخر البرء ولا يشق عليك مشقة شديدة، إنه يجب عليك الصيام في هذه الحالة. نعم. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أختكم في الله عين حاسم. أختنا تقول في أحد أسئلتها: كثيرا ما تفقدن آراء الناس بعضها ببعض، ولكن رأي الشرع في تلك الآراء هو الفيصل القاطع بين تلك الآراء وغيرها، فهل يجوز للفتاة أن ترتدي ما فوق المرفقين عند إخوتها ووالدها، وإن كانت قد اعتادت على ذلك، وما هي عورتها أمامهم؟ جزاكم الله خيرا. أولا، كلمة رأي الشرع هذه غير مناسبة، والأولى أن يقال حكم الشرع، حكم الشرع في كتابة. أما كشف الذراعين عند المحارم فلا داعي إلى هذا، خصوصا إذا كانت شابة فاتنة فإن هذا لا يجوز لها، وإنما تكشف عند المحارم ما جرت العادة بكشفه وما تحتاج إلى كشفه للعمل من طرف وغيره. أما الزيادة على ذلك فلا داعي لها، خصوصا إذا كانت تخشى منها الفتنة. جزاكم الله خيرا. تسأل فضيلتكم شيخ صالح وتقول: ما صحة هذا الحديث؟ ستة لعنهم الله: الزائد في كتاب الله، والمعجب بقدر الله، والمتسلط بالجبروت فيعز من أذل ويذل من أعز الله، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترة ما حرم الله، والتارك بسنة. أنا لا أعرف هذا الحديث، ولكن بعض مضامينه صحيحة، فكل ما
مثلا من استعان بشيء من كتاب الله، أو من أذى قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من أساء في حرم الله، كل هذه الأمور جاءت النصوص بتحريمها والنهي عنها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من مستمع الرمز الدفين بالحروف عين ألف، يقول: في أرض ويوجد في هذه الأرض مصلى عيد، وبقي هذا المصلى ما شاء الله من السنين، ثم احتلت موضع هذا المصلى فاستغليته ليكون أرض بناء، فهل علي شيء فيما فعلت؟ جزاكم الله خيرا. ما دام أنه استعمل مصلى للعيد وأقررتهم على ذلك فإنه خرج من ملكيته وصار وقفا، هذا هو الظاهر. أما إذا كنت إنما سمحت لهم بالصلاة فيه مؤقتا، سمحت لهم بالصلاة فيه مؤقتا ولم تجعله مصلى دائما، فهذا لا يخرج عن ملكيته لأنك لم تنوي الوقفية. وعلى كل حال المرجع في هذا إلى مفتي البلد أو قاضي البلد، تراجعه في هذا. جزاكم الله خيرا. حدثونا عن الميت عندما يموت ويدفن، هل يرى أحدا من أقاربه الذين ماتوا من الصالحين؟ نعم، الله أعلم، هذا من أمور البرزة. والميت إذا مات يلتقي بالأموات ويتعارف معهم ويجتمع معهم كما جاءت بذلك الأدلة، وأنهم يسألونه ما شأن فلان، ويذكر لهم الذين ماتوا، ويذكر لهم أحوال الأحياء الذين يسألونه عنهم، على ورد فيه الأدلة. وعلى كل حال هذه من الأمور البرزخية التي لا يجوز الكلام فيها إلا بدليل، لأنها من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. أيضا يسأل: هل يتذكر أحدا من الموجودين في الدنيا؟ قد يتذكر أحدا منهم، وقد يسوءه بعض أعمال الأحياء، قد يسوءه ذلك، وكل هذه من الأمور التي لا يجوز الكلام فيها إلا حسب الأدلة، لأنها من أمور الغيب. هل يشعر الميت بطول بقائه في القبر؟ الله أعلم بذلك. وجاء في الحديث أن الميت إذا وضع في قبره وانصرف عنه الناس بعد الدفن أنه لا يسمع قرع نعاله، يأتيه ملكان ويجلسانه ورد روحه في جسده، ثم يسألانه: من ربك وما دينك وما نبيك؟ المؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولان له: ما علمك بذلك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وعملت به، أو كما جاء فينادي مناد أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، ويوسع له في قدره مد البصر وينظر إلى منزله في الجنة فيقول: يا ربي أقم الساعة. فيقال له: لم نومة العروس لا يقيمه إلا أحب أهله إليه. فتمر الفترة لا يشعر بها لأنه في نعيم وفي سرور. أما المنافق والمرتاب فإذا سأله الملكان: من ربك وما دينك وما نبيك؟ يقول: ها لا أدري. فينادي مناد أن كذب عبدي فأفرشوه من النار، حوله بابا إلى النار ويضيق عليه بقبره حتى تختلف أضلاعه، ويقول: ربي لا تقم ساعة. فهذا يكون في عذاب وفي طول عذاب وشدة ألم والعياذ بالله، ويحمى عليه القبر في النار فهو في عذاب ويقاس من العذاب، ولكن مع هذا يتمنى أن لا تقوم الساعة، لأن ما بعد قيام الساعة أشد مما هو فيه العياذ بالله. يوم القيامة طويل جدا، فهل المؤمن المسلم سيشعر بطول ذلك اليوم أم أنه سيكون فترة قصيرة على المؤمن؟ الله تعالى يقول: وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويقول على كذلك: فإذا نقر في الناقور كذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، فدل على أنه يكون على المؤمنين يسيرا. قد جاء في الحديث أنه مثل الركعتين يصليهما في الدنيا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من أحد الأخوة المستمعين، يقول المرسل دال من جدة، يسأل ويقول: وجدت 50 ريالا منذ ما يقرب من شهرين،
وجدتها على أحد الأرصفة، فماذا أفعل بها خاصة وأن المكان الذي كان فيه لا يجلس فيه أحد؟ هل أتصدق بها أم أتصرف بها وكأنها من مالي، وخاصة وأني في حاجة ماسة للمال؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضع لذلك حدودا وضوابط. النقطة إذا وجدها الإنسان فإنه يميزها بعلاماتها، بعلاماتها الفارقة، ويعرف علاماتها، ثم ينادي عليها، يعرف عليها بأن ينادي عليها بمجمعات الناس والأمكنة التي يرجى وجود صاحبها فيها لكل أسبوع مرة، لكل شهر، إلى أن يتم له سنة. فإذا تم له سنة ولم يأتي أحد فإنه يتمولها، وإن جاءه أحد خلال السنة وذكر أوصافها بالضبط فإنه يدفعها إليه، هذا هو الواجب في اللقطة. أمر اللقطة ليس بالهين، الإنسان لا يأخذ اللقطة إلا إذا التزم بحكمها، حكمها الشرعي. جزاكم الله خيرا. نرجو أن تبينوا لنا كيف تكون نية الصيام، هل تكون نية في أول الشهر أم لا بد لكل يوم من نية؟ جزاكم الله خيرا. لا بد لكل يوم من نية في شهر رمضان، لأن كل يوم عبادة مستقلة يحتاج إلى نية قبل الفجر، أو الواجب منها قبل الفجر، لا يجوز تأخير النية عن طلوع الفجر، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. أما صيام النافلة يجب للإنسان أن ينويه من النهار إذا لم يكن تناول مفطرا فيما بين طلوع الفجر وبين نيته، يجوز بنية من النهار ما لم يكن الإنسان أكل أو شرب بعد الفجر، لأن النافلة صوم النفل أوسع من صوم الفرض. جزاكم الله خيرا. هل نية الاعتكاف يجوز التلفظ بها؟ وكيف يكون الاشتراط في الاعتكاف لمن أراد أن يشترط أن يزور العلماء في منازلهم؟ هل يتلفظ بالاشتراط أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. النية شرط في جميع العبادات، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، سواء كان في عبادة الاعتكاف أو في غيرها. ولكن النية محلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها، لأن التلفظ بالنية لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا عن أحد من أهل العلم المعتبرين، لا في الصلاة ولا في الاعتكاف ولا في الصيام ولا في غير ذلك، إلا ما ورد في عند الإحرام في الحج أو العمرة، فإنه يتلفظ بما نوى، يقول: لبيك عمرة أو لبيك حج. كذلك عند ذبح النسك من أضحية أو عقيقة أو هدي، يقول: اللهم هذا مثلا أضحية أو هذا هدي أو هذا عقيقة أو فلان، لا بأس بالتلفظ بهذا، لأنه ورد به الدليل في هذين الموضعين فقط، أما ما عداهما فالتلفظ بالنية بدعة، لأنه لم يرد ذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأن النية محلها القلب، هي عمل قلبي ليست من عمل اللسان. وأيضا الله جل وعلا يعلم ولو لم تتلفظ، يعلم ما نويته ولم تتلفظ، فلا حاجة للتلفظ في هذا. قال الله تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، الله بكل شيء عليم. فتلفظ بالنية يعتبر بدعة إلا في المواضع التي وردت كما ذكرنا. فلا يقول الإنسان: نويت أصلي، نويت أن أصوم، نويت أن أعتكف، نويت أن أطوف، نويت، كل هذا لا يجوز. وأما الاشتراط فنعم، له الاشتراط، له أن يشترط أنه يخرج بزيارة فلان أو بزيارة العالم الفلاني، له ما شرط في هذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من الرياض، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة: ميم ألف، سودانية مقيمة في الرياض، تسأل أختنا عن الحجاب، وما حكم من يستهزئ بمن تلبس الحجاب الشرعي ويصفها بأوصاف لا يقصد منها غير الاستهزاء؟ أما الحجاب هو واجب على المرأة المسلمة، وهو ستر جميع جسمها عن الرجال الأجانب، هذا واجب، لأن المرأة عورة ومحل للفتنة، وفي حجابها صيانة لها ودرء، وفيه درء للفتنة منها وبها.
الحجاب واجب على المرأة المسلمة والسفور محرم لأنه مدعاة للفتنة. قال الله تعالى وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. إلى قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ولقوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال وإن كان واردا في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن حكمه عام لأنه علله بقوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذه علة عامة في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيرهن. ولقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إلى غير ذلك من الأدلة. والذي يستهزئ بالحجاب الاستهزاء بالحكم الشرعي هذا يعتبر ردة عن الإسلام والعياذ بالله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد الإيمان. الاستهزاء بالأحكام الشرعية بالحجاب أو غيره يعتبر ردة عن دين الإسلام والعياذ بالله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أيضا شيخ صالح فتقول هل يجوز للمرأة أن تزيل الشعر الزائد من جسمها وكما يكون على الجبهة؟ وهل يجوز للمرأة أن تساوي الحاجبين دون أن ترققهما؟ وهل يجوز لها أن تفصل بين الحاجبين إن كانا متلاصقين؟ جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل. نعم. أما الحاجبان فيحرم أخذهما أو أخذ شيء منهما لأن هذا هو اللمس الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته. فيجب ترك الحاجبين وعدم التعرض لهما بلبس أو قص أو حلق أو غير ذلك من وجوه الإزالة أو القص. كل هذا حرام. الواجب على المرأة ترك الحاجبين. الأمر الثاني شعر الوجه. هذا إذا كان مشوها وزائدا عن المال فلا بأس أن تزيله. أما إذا كان في حدود المألوف وليس مشوها هذا محل خلاف بين أهل العلم والأولى تركه. الأولى تركه وهذا يسمى بالحث عند الفقهاء وآخر الحاجبين يسمى بالنم. النوع الثالث شعر بقية الجسم كشعر الساقين والذراعين وبقية الجسم فهذا لا بأس بإزالته. هذا لا بأس بإزالته لأنه لم ينهى عن أخذه وأيضا هو من التجمل والزينة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا باعثتها إحدى الأخوات المستمعات. تقول أختكم عامة الرحمن تصف نفسها فتقول إنها امرأة تصلي وتصوم وتقرأ القرآن والحمد لله وتعمل أيضا من أجل كسب لقمة العيش إلا أنها لا تتمكن من ختم القرآن في شهر أو شهرين بل ربما في أكثر من ذلك حيث تكون آثمة. وبماذا توجهونها؟ جزاكم الله خيرا. ختم القرآن من المستحبات وكل ما ختمه في وقت قريب كان أفضل. إذا ختمه في شهر في كل عشر في كل ثلاث كل هذا أفضل ولكنه ليس بواجب. والأولى والأحسن أن لا يتجاوز الشهر. يكون في كل شهر ختمة هذا هو الأفضل. ولو تعدى وختم في شهرين أو في ثلاثة أشهر فلا بأس بذلك لأن هذا من المستحبات وليس من الواجبات. جزاكم الله خيرا. تقول أختي توفي زوجها وترك لها 5 أطفال أكثرهم يبلغ من العمر 11 سنة وهم يقيمون وأمهم معنا بعدما رفضت الزواج ثانية ولأنهم مشاغبون ويغيبونني في بعض الأحيان فتراني أنهرهم وأضربهم أحيانا فهل علي إثم في ذلك مع العلم أنني شديدة الحب لهم؟ دون جزاكم الله خيرا. هؤلاء أيتام يجب الإحسان إليهم وعدم الإساءة إليهم لأنهم أيتام وليكن له حق خصوصا إذا كان قريبا فأولاد أختك أقارب لهم حق القرابة وحق اليتيم. قد أوصى الله تعالى باليتيم وأمر بالإحسان إليه وقال تعالى
فأما اليتيم فلا تقهر. قال تعالى: ونخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم واتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الإحسان لليتيم ولا سيما القريب هذا فيه أجر عظيم، والإساءة إلى اليتيم هذا أمر محرم، فعليك بمراعاة هذا الأمر وعدم الإساءة إليهم. وأما التأديب لمصلحتهم، التأديب إذا كان لمصلحتهم وهو في حدود المشروع فلا بأس بذلك، لأن هذا من مصلحتهم، لكن عليك بالرفق بذلك والنظر في المصالح ودرء المفاسد. جزاكم الله خيرا. سمعت أن الرضاعة المحرمة هي 5 رضاعات فما فوقها وتكون في الحولين، ولكن قرأت في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة سالم مولى أبي حذيفة، وهو عندما استفته زوجة أبي حذيفة أنه يدخل عليها وهو ذي لحية، وترى أثر ذلك في وجه أبي حذيفة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه يحرم عليك. فهل الحديث صحيح؟ نعم الحديث صحيح، ولكنه خاص بهذه الواقعة، ليس له عموم، لأنه قضية عين لا عموم لها كما يقول جمهور أهل العلم. فإرضاع الكبير لا يؤثر ولا ينشأ عنه حكم الرضاع المحرمية، وإنما هذا خاص بأبي حذيفة وفي زوجة خاص بزوجة أبي حذيفة وبسالم مولى أبي حذيفة، وهي واقعة عين لا عموم لها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد الله محمد عمران بعث يسأل فضيلتكم شيخ صالح عن زكاة الحلي، وجهه جزاكم الله خيرا. هذه المسألة فيها اختلاف بين أهل العلم، الجمهور على أن الحلي المستعمل ليس فيه زكاة، لأنه يصبح من المستعملات مثل الثياب والملابس والمساكن والمراكب، لأنه لا يعد للنماء وإنما يعد للاستعمال، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى وجود الزكاة في المسألة اختلافية، وعلى كل حال إذا زكاه خروجا أو زكته خروجا من الخلاف واحتياطا للجنة هذا عمل طيب. جزاكم الله خيرا. يقول: أنا أسكن في قرية صغيرة وجماعة المسجد قليلون، هل هناك عدد محدد لصلاة التراويح؟ ليس لصلاة التراويح عدد محدد، لأن صلاة الجماعة الفريضة تنعقد باثنين، صلاة التراويح من باب أولى، ولكن كل ما كثر العدد فهو أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع جيم نون باء من لواحق القصيم رسالة تسأل فيها عددا من الأسئلة، من بينها سؤال عن قص الشعر للفتيات الصغيرات، هل هو جائز أو لا؟ قص الشعر إذا كان لحاجة مثل علاج أو تخفيف الشعر الكبير الذي يشق على المرأة أو السهلة فطاره لا بأس من أجل التخفيف والحاجة، أما إذا كان من أجل التجمل والزينة فإن الجمال والزينة في بقائه وتركه، لأنه من جمال المرأة، وما عرف هذا القص إلا من باب التشبه والعادات الواجبة لينا، أنا من العادات الواجبة لينا ومن باب التشبه، هذا هو الغالب. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول لي قريبة عمرها 15 سنة تساهلت في العشر الأول من رمضان ولم تصمها، ولما علمت والدتها بوجود الصيام عليها أمرتها بصيام 20 الأخيرة، فماذا هو توجيهكم عن العشر تلك التي تركتها؟ جزاكم الله خيرا. يجب عليها قضاؤها لأنها لازمة لها، ومع القضاء تطعم عن كل يوم مسكينا، أنت تأخذ إذا كان مر عليها شهر رمضان آخر وهي لم تقضي هذه العشرة فإنها تقضيها وتطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير. هل الدعاء بعد الصلاة جائز أو لا؟ مستحب، الدعاء بعد الصلاة مستحب لأنه مظنة الإجابة. قراءة القرآن مستحبة، لكن قلبي لا يخشع إذا قرأت القرآن، فبماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا.
يوجهك بتلاوة القرآن ولو لم يحصل منك خشوع، لأن تلاوة القرآن فيها أجر، وربما أنه مع التلاوة ومع تكرار ذلك يؤثر ويحصل الخشوع بإذن الله. جزاكم الله خيرا. وصالح الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمر أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام.